في ظل السيول العارمة والفيضانات غير المسبوقة التي ضربت أجزاء واسعة من السودان وتسببت في وفاة أكثر من 100 وتهدم آلاف المنازل ووقوع أضرار مادية كبيرة، وجدت الحملة القطرية لإغاثة المتضررين من الفيضانات في السودان وجدت صداً واسعاً لدى الشارع في دولة قطر الشقيقة، حيث جمعت الحملة أكثر من 89 مليون ريال قطري. التبرعات لا زالت مستمرة. شكرا لكم أيها المشاهدون الكرام، شكرا لكل من تبرع، شكرا لكل من ساهم، شكرا لكل من أعطى، وعلى أمل أن نلتقي بكم بإذن الله في حملات قادمة وأنتم بخير. نقول إجمالي التبرعات أبو خالد إذا تكرمت. إجمالي التبرعات 89 مليون 669 812 ريال تكسر إن شاء الله. جزاكم الله خير، تقبل الله منكم، غفر الله ذنوبكم، ستر الله عيوبكم، رفع الله درجاتكم، صرف الله عنكم كل سوء، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. سالمة يا سودان. الحملة تمت بإشراف من هيئة تنظيم الأعمال الخيرية وبالشراكة أيضا مع قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري، وحظيت بتفاعل من البنوك والمؤسسات والشركات والمواطنين والمقيمين في دولة قطر. سليمان نورين علق فقال: ما زالت الدنيا بخير ما دام فيها شعب مثل الشعب القطري المعطاء الخير، اللهم أدم الخير فيهم وبارك في شبابهم وجازي ولي أمرهم خير الجزاء. أما عبدول فكتب: جزاكم الله خير الجزاء يا قطر الخير يا أخت بلادي. أما هدى فردت مبلغ كبير: شكرا قطر، أفضل طريقة لمساعدة المتضررين هي أن تبنى لهم أحياء في مناطق أعلى من مستوى الفيضان، ممكن مع التنسيق مع الحكومة لتوفير الأراضي. وعلى وسم سالما يا سودان غرد الناشط عوض شكسبير فقال: حجم التبرعات وصل لما يضاهي 25 مليون دولار من دولة قطر وشعبها، حقيقة شكرا أهل قطر، شكرا كعبة المضيوم، نصمت ولا نملك الكلمات لتوفيكم حقكم، وأكيد سالما يا سودان بدعمكم يا قطر الخير. هذا وتزين مبنى الحزم مول في العاصمة القطرية الدوحة بالعلم السوداني ووسم سالما يا سودان. في تعبير عن تضامن الشعب الفلسطيني مع شقيقه السوداني، انطلقت من غزة حملة تغريد تضامنية عبر وسم فلسطين مع السودان. حساب وزارة الأوقاف تفاعل مع هذا الهاشتاج ونشر على صفحته في تويتر: فلسطين مع السودان لأن الخرطوم دائما مع القدس، السودانيون إخوتنا، إنما المؤمنون إخوة، فهم الذين فتحوا بلادهم لشعبنا المشرد وفتحوا جامعاتهم لطلبتنا المحرومين، وأحبوا القدس أكثر من حبهم للخرطوم. أما المصور وليد الدردساوي فغرد: الجرح واحد والوجع يوجعنا جميعا، يا رب رحمك. هذا ونظم أهالي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، نظموا وقفة تضامنية مع السودان، وشارك في الوقفة وجهاء المدينة وعشرات السكان، رغم الوضع الصعب الذي تعيشه غزة بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. كما نعلم ظهر هذا الوباء مؤخرا بشكل كبير في قطاع غزة الذي يعاني أساسا من وضع معيشي صعب جدا. الأمين من السودان علق فقال: شكرا لإخواننا في فلسطين الحبيبة المحتلة، دائما ما نجدكم أول المتضامنين مع قضايا الأمة بالرغم من خذلان الحكام لكم، لكن كل الشعوب تحبكم يا حماة مصر رسول الله، موعدنا بيت المقدس إن شاء الله فلسطين مع السودان. أما ترامازول فكتب: الفلسطينيين عاملين حملة تضامن مع السودان عبر الهاشتاج فلسطين مع السودان، عاش تضامن الشعوب، عاشت فلسطين حرة عربية وعاصمتها القدس. أجمل ما يحمله الإنسان هي تلك المشاعر الصادقة البريئة الشفافة، ولا يوجد أصدق من الطفولة
عندما ترتدي رداء الحب والتضامن. أطفال مدرسة الفضيلة في رفح تبرعوا بمصروفهم اليومي لأشقائهم السودانيين. من فلسطين إلى السودان ألف تحية وسلام، من القلب إلى القلب، وبإذن الله قادرون على تجاوز محنة السيول. اللهم كن عونا ونصيرا لبلدنا الثاني السودان الحبيب. اللهم إن لنا أهلا وإخوة وأحبة في بلادنا السودان الجميل. أنا الطالبة يارا ابنة الشهيد حسام الهمس باسمي واسم طلاب مدرسة دار الفضيلة في غزة، نشاطركم الأحزان والآلام لما أصاب بلادكم الحبيب. نسأل الله أن يحفظكم ويحفظ شعبكم من كل مكروه. وضاح بشير عبد الله كتب في هذا السياق على فيسبوك: أين من كانوا ينادون بحرية التطبيع مع إسرائيل؟ هل قدمت لكم شيء في محنتكم؟ أنا العربي لا أخجل. وتحت شعار الوفاء لأهل العطاء نظمت الجالية اليمنية في السودان حملة تبرعات لإغاثة أشقائهم الذين يعيشون تحت وطأة محنة الفيضانات. لنتابع. السودان واليمن زي ما يقولوا هي بلد واحد، لا فرق بينهم على الاطلاق. الجونة دي كلهم اخرهم، وهسه هم واقفين معانا اخواننا اليمنيين، ونشكرهم والله نشكرهم رغم فواجعهم ورغم الحاجات اللي عارفينها عنهم ورغم كل شيء، لكن في النهايه هم اخواننا في الله ووصلونا الحمد لله. اما نحن حالنا يغني عن السؤال، والله حالنا يغني عن السؤال. والله فقدنا املاكنا، فقدنا اموالنا، فقدنا مجوهرات نسواننا، فقدنا كل ما نملك، كل ما نملك. أنا عمري 53 سنة، كل سويته في 53 سنة مركب العصاية دي، واحمد الله على ذلك.